وما زلنا في شرم الشيخ متابعين لفعالية منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، حيث أجرت الزميلة ميرفت المليبي مفدة التلفزيون المصري لقاء مع الدكتور محمد بيومي مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ولسه مكملين مع حضراتكم مشاهدينا لفعاليات اليوم الثاني لمنتدى شباب العالم، ويمكن تابعنا مع حضراتكم ان محور التغيرات المناخيه من المحاور الهامه اللي بيتناولها هذا المنتدى بشكل كبير، والنهارده معانا للحديث عن هذه النقطه الهامه الدكتور محمد بيومي مساعد الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحده الانمائي. دكتور محمد اهلا بيك. اهلا بحضرتك. يمكن فكرة أو محور التغيرات المناخية من المحاور المهمة جدا في منتدى شباب العالم هذا العام، وما تفرضها هذه المتغيرات على أي قمة بتعقد في الفترة الأخيرة، وكمان استضافة مصر لها في نوفمبر القادم إن شاء الله القمة المناخية. عايز أعرف من حضرتك يعني كيف ترى أهمية إلقاء الضوء على مواجهة التغيرات المناخية، وخاصة السيد الرئيس اليوم أيضا تحدث عن هذه النقطة بشكل مستفيض. الحقيقة أنا يعني سعيد جدا أن أنا أشوف هذا الحجم من الشباب والاهتمام بموضوع التغيرات المناخية. الجلسة كانت الحقيقة جلسة جميلة جدا مفيدة. طبعا زي ما حضرتك ذكرتي أن مصر هتستضيف مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية السنة دي في شرم الشيخ، ده حدث عالمي كبير جدا بيحضره قادة وزعماء العالم نتيجة الاهتمام والزخم اللي بياخدوا موضوع التغيرات المناخية على مستوى العالم. فدي فرصة حقيقة كبيرة جدا لمصر انها تبتدي تعمل توعيه كبيره جدا عن قضيه التغيرات المناخيه، وانا شايف الحقيقه من الجلسه اللي حضرتها وعي الشباب، الشباب هيكون له دور كبير جدا في هذا الموضوع من ناحيتين الحقيقه، الناحيه الاولانيه ان احنا مواجهه التغيرات المناخيه هي هتكون من خلال مبادرات غير تقليديه وحلول غير تقليديه، والشباب هم اللي يقدروا يقودوا هذا الموضوع. احنا شايفين دلوقتي تطور تكنولوجي كبير جدا بيحدث في مجالات الحد من انبعاث غازات الاحتباس الحراري، الطاقات المتجدده. النهارده بنتكلم على الطاقه الشمسيه هي ارخص مصدر لتوفير الكهرباء على سطح الارض الحقيقه، وده ما حصلش غير بتطوير في البحوث، واللي بيقود هذه البحوث في العالم كله هم الشباب الحقيقه. ودي فرصه كبيره جدا ان الشباب يبتدي يشوف ان ما فيش حد للتطورات والابتكار اللي موجود، والابتكارات دي هي اللي هتقود العالم ان يخرج من ازمه التغيرات المناخيه، ده من ناحيه الحقيقه. الناحية الثانية الوعي بتاع الشباب بصورة عامة مهم جدا ان في موضوع التعامل مع هذه التكنولوجيات الجديدة والتقنيات الجديدة، لان احنا عارفين ان التقنيات دي بتاخد مجهود كبير جدا في التطوير بتاعها، ولازم يكون في وعي من الشباب ان هم اللي هيكونوا رجال المستقبل وسيدات المستقبل، ان هم يقبلوا على هذه التكنولوجيات حتى لو عارفين انها مش احسن تقنيات موجوده، مش اعلى كفاءات موجوده، لكن شرائهم واقبالهم على هذه التكنولوجيات هو اللي هيخلي التكنولوجيات دي انها تتطور لانها تحد من ظاهره انبعاث غازات الاحتباس الحراري. نعم، يعني حضرتك شايف ازاي تبني منتدى شباب العالم لفكره التغيرات المناخيه والتوعيه بها، وكمان لما يتحدث السيد الرئيس في جلسه خاصه عن هذه القضيه، كيف يعكس اهميه وخطوره ايضا هذه القضيه على مستوى العالم كمان؟ الجلسه الحقيقه كان فيها بعض المداخلات والعروض على المخاطر اللي احنا بنشوفها النهارده من التغيرات المناخيه. يمكن السيد برضو رئيس مجلس الوزراء في العرض بتاعه كان بيتكلم على ان دي مش حاجه هنشوفها في الاجيال القادمه، احنا ابتدينا نشوف الاثار بتاعتها. الشباب الحقيقه هو ورث تركه الحقيقه ثقيله من الاجيال اللي قبل كده، وهو دلوقتي المطالب ان هو يحل هذه المشكله ويتعامل معاها. وكان في يعني وضوح في الجلسه دي ان في وعي ان المخاطر دي ما بقتش حاجه بنتكلم على اجيال ثانيه هتشوفها، لا احنا ابتدينا نشوفها النهارده وما كانش هيكون في مواجهه ليها. للاسف ان الشباب النهارده هيشيل شيل اكبر في المستقبل. فطبعا ده مهم جدا ان الوعي ده يكون موجود للشباب، وشفنا الحقيقه حلول ابتكاريه من بعض الشباب اللي عرضوا في هذه الجلسه بعض الموضوعات اللي بتتعلق بخفض الانبعاثات والتعامل مع اجراءات التكيف ومع التغيرات المناخيه للحد من الاثار والخسائر الاقتصاديه والبشريه اللي ممكن تنجم عنها. الحقيقه كان بيدل على وعي كبير للشباب، ونتمنى ان احنا نشوف الشباب المصري مشارك في هذه المبادرات، ويبتدي يعني التخيل والعلم ان هو ينتهج هذا المجال، لان هو ده هيكون الحل والمخرج من هذه الازمه. يمكن اعتدنا ان دايما منتديات شباب العالم اللي بتعقد في مصر بتخرج دايما بتوصيات
في نهاية المنتدى نتيجة ورش العمل والجلسات اللي بتتم، وبتكون توصيات من كل الشباب المشارك في المنتدى من كل الجنسيات. حضرتك شايف ازاي ده ممكن يكون، او التوصيات اللي يخرج بها المنتدى هذا العام فيما يتعلق بالتغيرات المناخية سيكون له عامل كبير ومشارك كبير في اتخاذ قرارات تتبعها الدول، وكمان هتساعدنا في المؤتمر القادم اللي هتستضيفه مصر؟ طبعا المؤتمر القادم دي فرصة كبيرة جدا، ان احنا عندنا شغل ممكن يتعمل من دلوقتي لغاية المؤتمر في نوفمبر، ان الشباب يقدر ينفذ بعض المبادرات زي ما شفنا النهاردة في العروض اللي اتقدمت في الجلسة، ودي تقدر تكون مجالها انها تتعرض الحقيقة في مؤتمر الاطراف القادم، سواء من الشباب المصري او الشباب من دول العالم المختلفة اللي احنا شفناهم النهاردة الحقيقة بيتكلموا على التجارب بتاعتهم وعلى الابتكارات اللي هم بيعملوها. ففي مجال كبير جدا لعرض هذه النماذج في المؤتمر القادم ان شاء الله، بالاضافه نعمل يكون في بعض الانجازات الكبيره اللي مصر ده نتعرضها اللي شفناها النهارده من سيد رئيس مجلس الوزراء في العرض بتاعه. الحقيقه حاجات كبيره جدا، مشروعات الحقيقه ضخمه جدا بتنفذها الحكومه المصريه الدوله المصريه، وبتكلم برضو على المجتمع المدني بينفذ حاجات كثيره جدا في مصر الحقيقه لها علاقه بالتغيرات المناخيه، ونعمل ان احنا نشوف الكلام ده كله متبرور في قصص نجاح تعرض في المؤتمر القادم ان شاء الله. نعم، يعني اخيرا عايز اعرف من حضرتك دور برنامج الامم المتحده الانمائي في مواجهه التغيرات المناخيه بشكل عام. برنامج الامم المتحده الانمائي الحقيقه واحده من المنظمات الامم المتحده الرائده في العمل على مجال التغيرات المناخيه. هنا في مصر الحقيقه عندنا مشروعات متعدده وكبيره جدا مع الحكومه المصريه، متنوعه الحقيقه من المشروعات ليها علاقه بترشيد الطاقه، موضوع التحول السوق المصريه لاضاءه موفره للطاقه، وده كانت قصه نجاح كبيره الحقيقه اشتركنا فيها مع وزاره الكهرباء، برنامج الامم المتحده الانمائي وزاره الكهرباء، حصل تحول كبير جدا ادى لخفضات كبيره جدا في استهلاكات الكهرباء في مصر، وحس بيها المستهلك والمجتمع المدني. عندنا مشروع دلوقتي بنشتغل فيه مع مركز حديث الصناعه على نشر استخدام الخلايا الضوئيه والمحطات الشمسيه على الاسطح والمحطات الصغيره، وده يكمل على جهود الدوله اللي اتعملت في محطات كبيره زي بنبان اللي في اسوان. شكرا جزيلا دكتور محمد ديومي مساعد الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحده الانمائي، شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك وسعيد جدا بالمقابله. شكرا، اسعد مصر كده جدا. شكرا موصول لحضراتكم مشاهدينا، وتغطيتنا مع حضراتكم مستمرة على شاشة القناة الأولى. بشكر لحضراتكم طيب المتابعة.